التدمير الكامل هو الأسلوب الذي ينتهجه الاحتلال في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. أصبحت المدينة ومخيمها على وقع دمار هائل في بنيتها التحتية، حيث انقطعت الكهرباء، بينما جرفت قوة الاحتلال أكثر من 70% من شوارع المدينة بالكامل. وأوضح المسؤولون أن التجريف وصل لعمق يقارب متراً ونصف المتر، ما أدى إلى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وكوابل الاتصالات والكهرباء بطول يقدر بعشرين كيلومتر بشكل أولي. شبكة المياه لم تسلم كذلك من تخريب الاحتلال المتعمد، حيث انقطعت عن 80% من مدينة جنين وأكامل المخيم، في الوقت الذي لا تستطيع فيه طواقم البلدية الوصول لأماكن الشبكات المتضررة بسبب رصاص قوة الاحتلال. كذلك أقدمت قوة الاحتلال على إحراق أجزاء من سوق الخضار المركزي في المدينة، مع تقديرات أولية بتعرض السوق لأضرار فادحة، فضلاً عن تدمير مئات البيوت والسيارات. ومع التوغل والتخريب والتدمير ومنع التجول، استنفذت نسبة كبيرة من أهالي جنين ومخيمها مخزونهم من المواد الغذائية والأدوية ووقود الطهي، حيث تلقت بلدية جنين اتصالات بشكل متواصل من الأهالي تناشد بتوفير احتياجاتها. إلا أن منع التجول المفروض على المدينة ومخيمها يحول دون توفير تلك الاحتياجات، مع وصف الحال في جنين بأنه كارثي.